الرئيس النمساوي يؤكد على حق انتقاد الحكومة الإسرائيلية. شالنبرغ: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد وهم. خبيرة قانونية تقييم سوريا كبلد منشأ آمن غير قانوني. خبراء ينتقدون اتجاه إعادة التعهيد في سياسة الهجرة الأوروبية. جامعة فيينا تغلق ساحاتها أمام المعتصمين المؤيدين لفلسطين. انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية وازدياد شعبية الهجينة منها. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. حذر الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيل من معاداة السامية المتزايدة في أوروبا، مؤكدا أن ليس كل نقد للحكومة الإسرائيلية يمكن اعتباره معاداة للسامية. وشدد فاندربيل على أن أي شخص يمكنه انتقاد إجراءات معينة للحكومة النمساوية دون أن يشكك أحد في حق النمسا في الوجود، ولا أحد يعتبر معاديا للنمسا لمجرد انتقاده لسياسات الحكومة. واتهم فاندربيل الحكومة الإسرائيلية بجعل الأمر سهلا على نفسها أحيانا من خلال ربط أي نقد لسياساتها بمعاداة السامية. جدد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ موقف بلاده المتمثلة في وجود حاجة إلى مفهوم واقعي مع تركيا يدعمه التعاون العملي بدلا من العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. جاءت تصريحات شالنبرغ في مستهل زيارة رسمية لتركيا تستمر لمدة يومين وتركز على بحث تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والسياسة الأمنية والقضايا الإقليمية والدولية، منها الوضع في غزة. وأكد شالنبرغ أن تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بالقول والأفعال، وأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد وهم. حذرت الخبيرة القانونية التركية نيفا أوفنتش أوستريك من أن تقييم سوريا كبلد منشأ آمن للاجئين السوريين غير قانوني. وانتقدت أوستريك صفقات اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى مثل الاتفاق مع لبنان باعتبارها غير قانونية وتنصلا من المسؤولية. وأكدت أوستريك أن سوريا لا تزال في حالة حرب أهلية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ونقص الخدمات الأساسية مما يجعلها غير آمنة للاجئين، وطالبت النمسا وأوروبا بالتركيز على حماية اللاجئين وتوفير الحماية الدولية ودعم الاندماج. حذرت أيضا خبيرة الهجرة جوديث كولنبرغ من أن اتجاه إعادة التعهيد في سياسات الهجرة الأوروبية يمثل مشكلة، خاصة مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع لبنان ومصر ونموذج المملكة المتحدة مع رواندا، بالإضافة إلى اتفاق إيطاليا وألبانيا. وترى كولنبرغ أن هذا الاتجاه يشجع الهياكل الموازية، حيث يتم إبرام اتفاقيات إعادة قسرية أو اتفاقيات إعادة تعهد مع دول ثالثة، مما قد يؤدي إلى ظروف شبيهة بالحبس للاجئين. وانتقدت أيضا اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا الذي تم توقيعه في مارس 2016 لأنه لم يكن ناجحا وأدى إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. أعلنت جامعة فيينا إغلاق معظم ساحات حرمها الجامعي ليلا بعد إخلاء الشرطة لمخيم احتجاجي مؤيد لفلسطين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وستظل الساحات مغلقة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 6 صباحا مع وجود المزيد من أفراد الأمن. ويأتي هذا بعد أن اعتبرت السلطات التجمع غير متوافق مع القانون بسبب التطرف والتضامن مع حماس، حيث أدانت الجامعة ذلك مؤكدة دفاعها عن حرية التعبير. وقامت الشرطة بإزالة المخيم بناء على طلب من الأمن الدولي ووكالة مكافحة التطرف في
فيما تعتزم الجامعة تقييم الوضع لاتخاذ المزيد من الإجراءات. شهد سوق السيارات الكهربائية في النمسا انخفاضا في إبريل بنسبة 4.8%، بينما ارتفعت مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق بنسبة 25.2%، والسيارات الهجينة بنسبة 10.9%. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدم اليقين السياسي وارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبة الشحن وارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من هذه التحديات، يعتقد الخبراء أن سوق السيارات الكهربائية لديه القدرة على النمو في السنوات القادمة، حيث يلجأ بعض المستهلكين إلى السيارات الهجينة كحل مؤقت. مشاهدينا، نشكر لكم حسن المتابعة ونذكركم بضرورة تحميل تطبيق انفوغراد على هواتفكم. أطيب الأوقات، كنت معكم أنا أدهم، إلى اللقاء.